تفضل. هل جبر الخواطر عبادة؟ عبادة تدخل الجنة بعد. لا إله إلا الله. ومن أخسر العبادات اللي تدخلك الجنة هو بسرعة. شوف أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل الصحابة بهذا التعامل العجيب والجميل. لما جو المهاجرين معه رايحين للمدينة، تعرف تركوا حلالهم وبيوتهم وأماكنهم، وشافهم النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة، بحاجة إلى مأوى، بحاجة إلى بيوت، بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى من يحتويهم. فما قال للمهاجر الأنصار عطوهم صدقوا عليهم، خطب خطبة الشهيرة حديث عبد الله بن سلام، قال وأطعموا الطعام. جابها ضمنية جبر لخواطر الصحابة. وطلحة بن عبد الله يوم دخل عليه كعب بن مالك، تعرف قصة كعب الثلاثة الذين خلفوا، ما كان أحد يكلمه، يقول فلما دخلت المسجد فسلمت رد عليه السلام وهو اللي قام لي، يقول والله ما أنساها لطلحة. يا الله. إيه يقول كيف يا الله. واحد قام وهو الوحيد اللي رد عليه، وهو الوحيد اللي قام وجلسني في مكانه. وعايشة يوم حادثة الإفك رضي الله عنها وأرضاها تقول والله لا أنسى لامرأة من الأنصار كانت تبكي معي. يا الله. يعني كانت تشاركني حزني زي اللي جبرت خاطري. فجبر الخواطر والله إنه بوابة من بوابات الجنة. أمك أجبر خاطرها، أبوك أجبر خاطرها، زوجتك ترى لا حق عليك، ترى كلمة تجبر الخاطر، زوجك، ولدك، صديق، الخادم اللي عندك، مسلم في الشارع. أقول لك شيء، حتى الحيوان ترى ممكن تجبر خاطره. شلون تجبر خاطر يا أخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الرجل يذبح الذبيحة واختها وراها شاتين ورا بعض، قال لا تجعلنا تنظر إليها، أتقتلها مرتين؟ يا الله. تذبحها الآن وهي تشوف أختها تذبح، بعدين تذبحها بالسكين وهو حيوان. فالإنسان يجبر خاطر كل مخلوق وكل نفس، كل نفس قدامك يجبر خاطرها. وترى جبر الخواطر الله من أسمائه الجبار، إذا جبرت خواطر الخلق الله يجبر كسرك. يا الله يا الله. طيب شيخنا، هل 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 الله سبحانه وتعالى برضو يجبر يجبر خواطرنا؟ 100%. اللهم يا جبار اجبر خواطرنا، يا فتاح افتح علينا. الله يجبر الخاطر، من أسماء الله الجبار. لا يجبر كسرك إلا الله، ولا يداوي جرحك إلا الله، ولا يعرف ما في هم قلبك من هم إلا الله. إنما أشكو حزني إلى الله وأبث حزني إليه. إذا بثثت حزنك بين يدي ربك هو اللي يجبر خاطرك. لما قال المسلم إلى أبو بكر لا تحزن إن الله، إن الله معنا، لا تحزن. الحزن هذا بيزول. ليش؟ لأن الله بيجبرك. الله مطلع على قلبك، يعرف أحوالك، يعرف أسرارك، يعرف وش أهمك. دمعتك اللي جرت على خدك ما شافها إلا هو يجبرها لك. ولذلك إذا سجدت الموطن هذا ما يطلع عليك فيه إلا الله. الضعف هذا والانحناء، تقرب إلى الله بضعفك يأتيك بقوته، وتقرب إلى الله بمرضك يأتيك بعافيته، وتقرب إلى الله بذلك يأتيك بعزة. كل ما اقتربت إلى الله جاك.